باش يكونش عندنا شي حق في الباش نبداو بالقران. علاش نبداو بالقران؟ يلا شكون يقول لنا علاش نبداو بالقران؟ نعم نعم هو كلام الله عز وجل، لان اي حاجه تستبدل بكلام الله. الله يجزاك خير. كل مستعد يبدا لنا القران الكريم؟ شو واحد مستعد يبدا لنا القران الكريم؟ مستعد؟ الله يزيد. اول ايها الاخوه ما نفتتح به ان شاء الله عز وجل هو كلام الله سبحانه وتعالى. قول لي غتقول لي الاسم ديالك. ايوب شنو؟ يشبه ايوب. نيت به ايوب ان شاء الله سيبدا ان شاء الله تلاوه. يلا بسم الله. درت لك باش تدوز الاخ اسمح لي. صايم ايوب ياك؟ صايم؟ ما صايمش؟ بالنسبه لي صايم مسموع ما قدرتيش تكمل. راه دابا ماشي سهله، الناس يكونوا كبار وتيجي الانسان لهذا المكان وتيرتب، وهذا ماشي سهل ان شاء الله عز وجل. طيب كملوا ولا يلا سير. يلا بسم الله بسم الله. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
واجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا حملنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. وليدات غنسولكم واحد السؤال، علاش حنا اليوم جينا هنا؟ علاش جينا هنا؟ علاش عندنا اليوم مزار بيان مودي حفلة؟ لا ردنا القرآن، علاش عندنا اليوم حفل ديال صيام ديال الأطفال؟ شادوا لي دابا تبارك الله. اليوم عندنا واحد الحفل، قلنا غندير واحد الحفل ديال صيام الطفل. هاد الطفل هذا حنا عندنا شكون اللي غايقول لي شنو هما اركان الاسلام؟ اركان الاسلام شويه باش نشوفوا دابا شكون اللي غايقول لي اركان الاسلام. يلا انت يا الغنيه. اركان الاسلام خمسه، الشهادتان، اقام الصلاه، اركان الصلاه، صوم رمضان، حج بيت الله. قول لنا يلا تفضل. لا ما خليه يريح اركان الاسلام خمسه، الشهادتان، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله. الله اكبر. دابا باش نعرف واحد القضيه، دابا حنا عندنا هاد الاركان الاسلام، زعما هذه هي الاعمده ديال الاسلام ديال الدين ديالنا، وغادي يشرح لكم هذا الشيء زكريا من بعد بالايطاليه باش تفهموا مزيان. هاد الاركان من بينهم صيام رمضان. دابا هاد الصيام ديال رمضان، الناس اللي عندهم الدراري اللي كبار شويه والبنيات اللي كبار وداك الشيء باش يبلغوا خاصهم يصوموا. دابا انتم الدراري الصغار باقي ما واجبش عليكم، ولكن حنا قلنا باش غنديروا باش تصوموا، باش الحمد لله هاد الثقافه ديال الصيام تولي عندكم، باش نهار تكبروا داك الشيء ما يكونش عندكم مشكل باش غادي تصوموا ان شاء الله، ياك ولا لا؟ شكون اللي صايم فيكم اليوم؟ انا. شكون اللي صايم؟ ولكن واحد المساله، واحد المساله دابا، الا قلنا راه حنا صايمين خاصني نكون صايم، علاش؟ علاش خاصني نكون صايم؟ تا واحد ما عارف كون صايم ولا ما صايمش، ولكن شكون اللي عارف صايم ولا ما صايم؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللي تيجعلنا حنا باش خاصنا نصوموا. دابا الانسان باش يجعل الرقابه ديال الله، الله اللي تيشوفو، راه يقدر يكون باك معاك امك وتدخل للمرحاض وتشرب، ولا تمشي للثلاجه تحل وتشرب، ولكن انت من 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 من, من تخاف انت؟ الله الله يرجعك، ما خاصنيش خاف من باك.
وما خاصنيش نخاف من امي وما خاصنيش نخاف من شي واحد. اللي خاصني نخاف منه شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل تيطالع على داكشي تنديرو صغيره ولا كبيره، وهذا هو اللي خاصو يكون عندنا في القلوب ديالنا. ما خاصنيش باش نبغي ندير شي حاجه ولا نكذب نقول واحد الكذبه ونجي غنكذب على امي وغادي تايقني لان امي ما عرفاش. ولكن الانسان ما يقدرش يكذب على الله سبحانه وتعالى، وما غايقدرش يخدع الله عز وجل، وما غايقدرش يلعب بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. واش ياك عارفين هذه المساله؟ ها؟ دابا الصيام قلنا الاركان ديال الاسلام خمسه: الشهادتان، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت. لمن استطاع. الله يرضي على لمن استطاع عليه سبيل. لان الواحد الا ما عندوش ما واجبش عليه، ولكن اللي عنده خاصو يحج. دابا الصوم، الصوم غنصومكم نشوفكم واش كيوز بين بالصوم ولا لا. شكون اللي ما خاصوش يصوم؟ مرضى. الله يرضي على ولدي. هذه وحده. المريض ما خاصوش يصوم. الا كان عنده واحد المرض اللي ما غايقدرش يصوم ما خاصوش يصوم. شكون هما شكون اخرين؟ قلتوا شكون اللي قال الدراري؟ الدراري الصغار اللي باقي ما بلغش وداك الشيء ما واجبش عليه الصيام. نعم؟ اللي على سفر. الله يرضي على ولدي. وهذه عندنا واحد الآية في كتاب الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله قال لنا في هذه الآية: إذا كان الإنسان مريض ولا كان على سفر افطر ويرجع ذاك النهار في الايام اخرى اللي غايجي من بعد رمضان يرجع ذاك النهار. عارفين هذه المساله ياك؟ قلنا دابا شكون اصغر واحد هنا وصايم؟ شكون اللي عنده تقريبا 6 سنين ولا 7 سنين وصايم وباقي صايم؟ عا باقي صايم ما بغيناش يصوم. شكون هو؟ شحال عندك يا صفا؟ قطواني سيتي ستي اني ستي اني صفاء الميزو صفاء عنده ستي اني الميزو صايمه اليوم بقى صايمه مسكين. الاخ ابراهيم راه حاضي معاه باش ما تاكلش، ولكن نحن ماشي بغيناهم باش الحمد لله نمحلوهم. الا استطعتوا علاش بغينا نديروا هذا الامر اللي هي الاخوان تبقى عاقله على هذا الحدث. وهذا هو اللي قلت للاخوان ديالنا، هذا الحدث هي الاخوان تبقى عاقله على الوليدات وخاصنا نتعاونوا فيه. لان علاش؟ لان الحمد لله الثقافه ديال الوليدات ديالنا فاش يحيي في هذه القضيه صعيب صعيب باش واحد النهار غيجي نهار غيكبر وغيفطر ما يقدرش يفطر. واخا تصيب الانسان خارج الطريق واخا تصيبو بعيد عن الله واخا تصيبو اسمو صعيب باش يفطر ما يفطرش، لان عنده هذه الثقافه ديالو. لان هذاك النهار بامكانه يفطر يفطر، ولكن لا تخاف الله عز وجل. حنا تنقولوا خاص يخاف الانسان الله عز وجل في كل شيء في كل حاجه، ولكن ما دام تيخاف الله في الصيام راه دليل على ان ذاك الانسان فيه الايمان الحمد لله وفيه حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. شحال قلنا من واحد اللي صايم دابا؟ شحال هزوا لي صبعات هزوا صبعات صايم انت؟ ما شاء الله. شحال عندك؟ شحال عندك؟ شحال عندك؟ شحال عندك؟ شحال عندك؟ شحال عندك؟ من واحد الوليدات عندنا شحال؟ جوج ربعة ان شاء الله عز وجل. شكون رب الله عز وجل؟ هو الاله ديالنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هاد رمضان اللي احنا صايمين الله نزل فيه واحد الامر، نزل فيه واحد الامر على رسول صلى الله عليه وسلم. اش نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ اش نزل؟ القرآن. ما شاء الله برافو عندنا برافو برافو الله اكبر.
الله أكبر، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وعلاش قبيلة قالك الوليد؟ قال كلام الله عز وجل القرآن الكريم. هذا رمضان الخاصية ديالو، لأن الله سبحانه وتعالى الناس تعبدوا تكثروا من العبادة، تكثروا من الطاعات، تكثروا من القربات، وانتم تتحسوا بهذا الشيء في العائلة عندنا في الديور ديالكم. الخير سبحانه وتعالى يعطينا الخير، العطاء ديالو كثير سبحانه وتعالى، وهذه من نعم هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الكريم. بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماشي يجي اشنو في العلاقة ديالنا بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام؟ اشنو هو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اش مشكل عرف الاسم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد يوسف. محمد شكون ابنه؟ اي رسول الله، الله يرضى عليك، هو رسول الله. ولكن الاسم ديالو شكون يعرف الاسم ديالو؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. زيد ابنه عبد الله. ابن عبد الله زيد ابن عبد المطلب ابن هاشم، الله يرضى على بنتي. ها؟ لا لا لا، الولد ديالو. يلا نجيو الأم ديالو، الأم ديالو آمنة بنت وهب، بنت وهب. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول جلب واحد الدين عظيم، هو دين الإسلام. الولدات هذا الدين ديال الإسلام راه دين عظيم، يعني الدين ديالنا الحمد لله عظيم، عظيم بشريعته، عظيم بعبادته، عظيم بطاعتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، عظيم بأن الإنسان يحيا، الإنسان تعيش واحد السعادة، السعادة تحس بها الداخل ديالو في القلب ديالو، تتشفع عنده واحد الطمأنينة، السعادة في الحياة الدنيا والآخرة. واش كاين هاد الشيء ولا ما كاينش؟ دابا شوف المسلم الحمد لله، صعيب باش تشوف واحد المسلم انتحر والعياذ بالله. كاين ناس عنده فلوس، عنده الملايين، عنده السيارة، عنده الأولاد، عنده البنات، عنده كذا، ولكن تنتحر، يقدر ينتحر، يقدر يموت، يكسر راسه. لا، احنا الحمد لله عندنا هاد الدين ديالنا عظيم، لأن الإنسان يحيا حياة سعيدة في الدنيا، وعاد باش تنتظروا في الآخرة. شنو كاين في الآخرة؟ اش كاين؟ في الآخرة؟ ها؟ الجنة، الله يرضى على بنتي، الجنة. واش حنا شنا الجنة؟ شناها؟ لا، ما شناهاش، ولكن الله عز وجل حددنا عليها في القرآن الكريم، وحددنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وحد عدنا الله سبحانه وتعالى ينتظرنا يوم القيامة الجنة. وهذا الشيء علاش نعبدوا الله سبحانه وتعالى؟ حنا بإمكاننا شو دابا نخرجوا برا نصيفطوا لإيطاليا أنت ياكلوا ويشربوا، ولكن حنا الحمد لله هذا العطاء اللي غيعطينا، الجزاء اللي غيخلصنا الله سبحانه وتعالى به، هو الجنة. أعظم من هذا النهار اللي صايمين حنا فيه دابا، واخا يجينا العطاش، واخا يجي الجوع، واخا شو دابا الفم ديالنا غينشف، الإنسان غينشف الفم ديالو، ولكن مع ذلك ينتظر الجزاء من عبد الله سبحانه وتعالى. شكون اللي حافظ شي حديث ديال الصوم؟ شي حديث عن الصوم؟ شي واحد عارف شي حديث عن الصوم؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمان، لأنه الحمد لله إيمان، إحنا نؤمن بأننا نصوم بهذا الشهر لأنه عبادة، يعني تقربا إلى الله عز وجل، واحتسابا نحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. الله يرضى عليه. شوف الحديث جميل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عظيم بإذن الله، ها؟ جميل. هذا الصيام، ولكن من تصومه؟ الوقت ديال الصيام منين تالي؟ مريم؟ من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وراه شوف دابا الإنسان، شوف دابا الحمد لله هذا الدين ديالنا تنتعبدوا به كما بغى الله عز وجل. ما يمكنش واحد غينوض مع العشرة وغياكل قبل العشرة، الوقت ديال العشرة حتى المغرب، ما يقدرش يدير الإنسان. حنا عندنا، ها؟
فاهم. دابا الانسان خاصو من البشر تلش تطلع يعني تتغرب الشمس. متفقين على القضية؟ متفقين؟ ان شاء الله عز وجل. دابا غادي نمر الكلمة لزكريا ان شاء الله عز وجل. غايدير لكم واحد الكلمة بالإيطالية بإذن الله عز وجل. لا بلاتي قبل ما يدير كلمة، علاش حنا تنصومو؟ علاش تنصومو؟ لوجه الله. لوجه الله عز وجل، هذه وحدة، لوجه الله سبحانه. علاش تنصومو صفا؟ حيت كتب علينا في القرآن. حيت الله سبحانه وتعالى كتب لنا يعني الله عز وجل أمرنا في القرآن، أش قال لنا الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذين من قبلنا هم اللي سبقونا، الأقوام اللي سبقتنا. لي بوبولاسيون كي هانو باساتو بريما دي نوي. الله سبحانه وتعالى ما كان عندهم الصيام، لا اليهود ولا النصارى كان عندهم الصيام. ماشي بحال الصيام ديالنا شهر، لأن كان تيصوموا تقريبا يوم جمعة ولا يصوموا يوم واحد اليوم، ما كانش عندهم شهر. الله عز وجل عطانا هذه الخاصية للمسلمين باش نصوموا شهرا كاملا باش يغفر لنا الله عز وجل به الذنوب. طبي تكون عارف شي حاجة أخرى علاش نصوموا؟ قول لي قول. باش نمشيو للجنة. الله يرضي على بنتي. شكون عارف؟ جميلة دي، عاودها عاودها ودي. باش تحسوا بالفقراء. الله يرضي على ولدي. شي هذه الكلمه جميله هذه. هاد الوليد قال لك اسمه، شوف وليدات هاد الوليد اش قال؟ قال لك باش حنا دابا غنجوعوا وغادي نعطشوا غنحسوا بالناس اللي ما عندهمش. حنا دابا مازال راه عندنا حليتي الثلاجه عندك بلاتي يا ولدي. شوف باش حليتي الثلاجه، مشينا دابا اي واحد دار ديالو غادي غنحل الثلاجه ديالو غنسيبوها عامره، غنصيبو فراجو، غنصيبو لاكي، غنصيبو كذا، غنصيبو هادو، غنصيبو هادو. الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا مثلا نمشي لواحد الدولة في الصومال تقريبا، الصوماليا، ما عندهمش الثاني، ما عندهمش الماء من يشربوا، ما عندهم ما ياكلوا العام كامل. وهذا الله عز وجل جعلنا خاصنا نحسوا بهم. علاش؟ لان احنا جعنا وعطشنا وعرفنا شنو القضية ديال الجوع، عرفنا شنو الجوع، عرفنا حسينا به. دابا تخيل لو الانسان بقى يومين ولا ثلاث ايام ما شربش، غيحس اكثر. ولكن مع ذلك حنا عندنا علاش نشربوا؟ هما مسكراهم صايمين وما عندهمش علاش يشربوا. وهذا الله سبحانه وتعالى هذا شنو تيجعل؟ المسلمين عندهم الحمد لله التكافل، تيتعاونوا بيناتهم. هذا لما كانش عنده خاص يعطي الاخر. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حديث نفسه، من بات شبعانا وجائع وجاره جائع ليس مني. ماشي من هذا، ماشي من أمة محمد. حنا خاصنا نتعاونوا بيناتنا. خاص واحد إلا ما عندوش، خاصنا إلا كان عندك أنت مثلا عندك واحد أورو وهذه بنية أخرى ما عندهاش ومحتاجة ليه، خاصك تعاونيها تعطيها. وهذا هو الحمد لله الإسلام ديالنا، الدين عظيم. ما تعرفش على واحد على نفسه، لا تعرف تلاقر. مثل المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام عطانا واحد المثل زوين، قال لك مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تجاعزه. شنو المعنى ديال هذا الحديث؟ شي إذا ضربك هاد الصبع، هاد الصبع عطفر طفر، إذا ضربك هاد الطفر تتحس الجسم كامل ضربك الطفر. بحال كنت المسلمين تيكون واحد مريض ولا ضرب واحد الإنسان جيعان ما عندوش، حنا خاصنا نحسوا بكلنا. وهذه هي النعمة ديال الإسلام. ما تنعرفش على راسي لأن أنا لاباس عليا وبخير، ما تنشوفش الآخرين. لا، ليس المسلمين هادو، ماشي مسلمين هادو. المسلمين هما اللي خاصهم يحسوا بالإخوان ديالهم ويشوفوا الإخوان ديالهم. وهذا الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب باش نعرفوا ونعطوا الإخوان ديالنا ونجودوا على الإخوان ديالنا اللي أعطاني الله عز وجل. لأن الفرق بين الفقير والغني، الله سبحانه وتعالى هذه واحد مقسم، يعني الله سيقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. كاين واحد تيقول لاباس عليه وواحد ما عندوش والآخر عنده واحد شوية والآخر عنده كثير، باش يشوف الله عز وجل انت اش غادير في هذاك المال ديالك، واش غاتعطي لهذاك الفقير ولا ما غاتعطيش. وهذا فعلا واحد الامر عظيم. ان شاء الله كاين شي امر اخر علاش نصومو؟ شكون اللي عارف؟ انا. قول. حلوه.
معي ان شاء الله وجاوبوا معاه مزيان، جاوبوا معاه مزيان فهمتي ان شاء الله سمعوا جاوبوا معاه مزيان. السلام عليكم ورحمة الله، كيف استعتم؟ Allora, solitamente noi di qua siamo quelli che parliamo sempre tanto. Io oggi non voglio parlare, ma voglio sentire voi parlare, no? Quindi andiamo più qua, vi faccio una domanda e sarò contento se tanti di voi mi rispondono a questa domanda, no? Cominciamo da questo lato qua, tanto so che mi piace tenere il microfono in mano. Vi faccio una domanda, poi tutti da qui fino a qui, anzi cominciamo da destra, da qui fino a qui mi rispondete a questa domanda, no? La domanda che vi voglio fare è: qual è la cosa che vi piace di più del mese di Ramadan, no? Quando è